السلام عليكم. تناولوا الكركم ولكن لا ترتكبوا نفس الخطأ الذي يرتكبه الملايين من الناس عند تناوله. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت مسلما وتحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو. وإذا كنت قد تناولت الكركم، اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. يعد الكركم من التوابل الهندية واسعة الانتشار، وقد كشفت دراسات علمية أن الكركم مفيد ويساعد في إطالة العمر ويحافظ على الجمال وشكل الجسم. والكركم ذو اللون الأصفر والرائحة الرائعة، وهو أيضا من التوابل التي تضيف نكهة مميزة للطعام، حيث أصبح يدخل في الكثير من الأغذية الصحية، فهو من أكثر المكملات الغذائية انتشارا في الأسواق، وذلك تبعا لفوائده الكثيرة. فضلا عن قيمته الغذائية العالية، يدخل في كثير من الوصفات الطبيعية التي تعالج المشاكل والأمراض. وفي هذا الفيديو سنتعرف على أشهر فوائد الكركم التي أثبتها الطب الحديث. مضاد للأكسدة وغني بالفيتامينات. ووفقا للدراسة، يعتبر الكركم مضادا قويا للأكسدة، في حين أن مسحوقه غني بالكالسيوم والحديد وفيتامين سي ومجموعة فيتامين بي واليود والفسفور والزيوت الطيارة ومركب لاكتون وغير ذلك من المكونات المفيدة. تطهير الجسم من السموم. كما أن الكركم يساعد على تطهير الجسم من السموم، كما أشارت الدراسة إلى أنه يساعد أيضاً في تخفيض مستوى حموضة عصارة المعدة، وهذا مهم جداً لمن يعاني من قرحة المعدة. مضاد قوي للالتهابات. أثبتت الدراسات أن الكركم يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للفيروسات وللجراثيم وللفطريات، بالإضافة لاحتوائه على خصائص مضادة للسرطان والمواد المضادة للالتهابات. مفيد لمرضى السكري. أما مرضى السكري فيساعدهم في تخفيض مستوى السكر في الدم ويخفض من آلام المفاصل، بالإضافة إلى ذلك يعمل الكركم على حماية الكبد. حرق الدهون وخسارة الوزن. يساعد الكركم في التمثيل الغذائي للدهون، كما يساعد في خسارة الوزن وتنحيف البطن، وكما أن قيمته الغذائية العالية جعلته يمتلك العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، مثل أن الكركم يقلل من أعراض الاكتئاب، حيث أن مادة الكركمين الموجودة فيه تؤثر في العديد من أنظمة الجسم المرتبطة بأسباب الاكتئاب. يعمل على تقوية جهاز المناعة ويخفف من الإصابة بالإنفلونزا نزلات البرد، ويزيد من نشاط الكبد ليقوم بطرد السموم من الجسم. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. يعمل كمسكن لآلام الجسم، حيث أن تناوله له دور كبير في تخفيف آلام الجسم. يساعد في علاج التهابات المفاصل وهشاشة العظام، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم. يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، مضاد لالتهابات الجسم سواء كانت داخلية أو خارجية. يحفز الدورة الدموية ويعمل على تقوية الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز. للكركم العديد من الاستخدامات الأخرى، والتي نذكر منها ما يأتي: الإسهال، الألم العضلي الليفي، الصداع، اليرقان، مشاكل الكبد، اضطرابات الدورة الشهرية. فوائد الكركم للكبد. يقلل الكركمين من الدهون المتكونة حول الكبد والتي يسببها النظام الغذائي، مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني اللاكحولي، إذ بيّنت مراجعة منهجية نشرتها مجلة عام 2020 أنه من الممكن لمكملات الكركمين أن تؤثر في التقليل من تركيز إنزيمات الكبد المتراكمة في الدم. فوائد الكركم للقولون. التخفيف من أعراض القولون العصبي وتقليل أعراض التهاب القولون التقرحي وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. والآن سنقدم لكم من قناة الوصفات الزوجية طريقة عمل مشروب الكركم المفيد للصحة. المكونات: ملعقة صغيرة من القرفة،
قليل من القرنفل، قليل من جوز الطيب، ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج، كمية الكركم التي تفضلها، ويمكنك أن تبدأ بملعقة من الكركم مع كوبين من الماء وعسل للتحلية، حليب اللوز. يمكنك هنا استخدام حليب جوز الهند أو الحليب العادي، مع ملاحظة أن حليب اللوز يكون ذات طعم ألذ في هذه الوصفة. عمل مشروب الكركم: أولاً قم بوضع الأعشاب في وعاء وأضف إليها الماء واتركهم على نار هادئة معاً على الموقد لمدة 10 دقائق، وبعد مرور 10 دقائق قم بتصفية السائل وقم بإضافة العسل والحليب إليه وقلبهم معاً جيداً، وبذلك يكون المشروب قد أصبح جاهزاً. محاذير استخدام الكركم: سنعرض عليكم الآن أهم النقاط والمحاذير المرتبطة باستخدام الكركم. المصابون بحصوة المرارة: يجب تجنب استخدام الكركم في حالة الإصابة بحصوات المرارة أو انسداد في القنوات الصفراوية، إذ إنه قد يفاقم حالة مشاكل المرارة. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نزفية قد يبطئ الكركم من تخثر الدم، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية الإصابة بالكدمات أو النزيف لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النزيف. المصابون بالسكري: قد يقلل الكركمين من سكر الدم لدى مرضى السكري، لذلك يجب الحذر عند استخدامه من قبل هؤلاء المرضى. الارتجاع المعدي، أو ما يعرف بمرض ارتجاع الحمض المعدي، وهو تلف مزمن يصيب الغشاء المخاطي بفعل ارتداد غير طبيعي لحمض المعدة إلى المريء، وقد يسبب الكركم ألماً في المعدة، مما يزيد من المشاكل المتعلقة بالارتجاع المعدي المرئي. المصابون بنقص الحديد: قد يقلل تناول كميات كبيرة من الكركم من امتصاص الحديد، لذلك يجب استخدامه بحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحديد. الذين سيجرون عمليات جراحية: يمكن للكركم أن يبطئ من تخثر الدم، وبالتالي فإنه قد يسبب زيادة في النزيف أثناء وبعد العمليات الجراحية، لذلك يجب التوقف عن تناول الكركم قبل 2 أسبوع من العملية الجراحية. وهذا كان كل ما لدينا اليوم، شكرا لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوه مع من تعرفون، ولا تنسوا أن تضعوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، واتركوا لنا تعليقا وأخبرونا برأيكم عن هذا الفيديو. نسأل الله لنا ولكم الصحة والعافية، جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية. إلى اللقاء.